متابعتنا لكوب 27 والجلسات وورش العمل المختلفة لسه مستمرة، لكن كل الجلسات وورش العمل دي لها هدف رئيسي، هي الوصول لحلول وخطط مستقبلية للتعامل وتنفيذها على أرض الواقع مع التغيرات المناخية. لكن في ملفات كتيرة جدا تم مناقشتها الأيام الماضية، وفي طبعا ملفات تانية هيتم مناقشتها الأيام القادمة، ولكن في جزء مهم جدا ممكن يكون منظور مختلف، هي نظرة رجال الدين في التعامل مع فكرة التغيرات المناخية، وإزاي ممكن يكون ليهم دور أصلا في توجيه الناس بشكل عام، وإيه هو الدور الحقيقي ليهم. خلينا نشوف دلوقتي مع ضيفي المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم اسكندرية ومطران أبرشية مصر بالكنيسة الأسقفية. برحب بحضرتك يا فندم، وعايزين نتكلم يا فندم عن يعني ماذا يفعل رجال الدين فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، يعني ودور الأسقفية هنا إيه أساسا في كوب 27؟ بشكرك جدا جدا على الدعوة الكريمة، وطبعا قبل ما ابتدي اقول اي حاجة انا عايز اقول انه حاجة رائعة جدا ان مصر تنظم لقاء عالمي بهذا الشكل، وكل حاجة جميلة الحقيقة، مشاعر الناس جميلة جدا، بنشوف الكلام ده في الشوارع في شرم الشيخ وفي الفنادق، وناس فرحانة جدا بالحدث العالمي العظيم اللي ما اعتقدش ان هو حصل في اي لقاء قبل لقاء كوب 27 هنا في شرم الشيخ. بالنسبة لدور رجال الدين، طبعا احنا وفد من الكنيسة الأسقفية، الوفد بيمثل الكنيسة الأسقفية العالمية، في عندنا حد ممثل من باكستان وحد من أمريكا الوسطى وحد من إنجلترا، وبنتكلم عن دور رجال الدين وعلاقتهم بالنظم السياسية في الدول، وإزاي أن المفروض رجال الدين يبقوا شركاء للنظم السياسية في الوصول للمجتمعات، خصوصا المجتمعات الفقيرة اللي بتعاني من التغيرات المناخية. طبعا التغيرات المناخية في لأن احنا إقليم الإسكندرية بيشمل 10 دول، ففي دولة من الدول زي دولة تشاد ضمن إقليم الإسكندرية بتعاني من الفيضانات، وفي دولة تانية من ضمن إقليم الإسكندرية زي الصومال بتعاني من المجاعات نتيجة الجفاف. فالتغير المناخي حقيقة ومشكلة كبيرة. طيب يعني إيه الطرح اللي حضراتكم بتقدموه هنا الكابتن 7 لصناع القرار؟ أكيد في طرح أو رؤية معينة بيكم هتساعد في الحلول، إيه هو؟ طبعا في كذا أطروحة الحقيقة. أول أطروحة إن مفروض إن الدول الغنية الصناعية اللي بتستفيد من التكنولوجيا الحديثة وبتكسب مكاسب كبيرة مفروض إنها تضاعف مساعدتها للدول الفقيرة، وخصوصا في الأضرار والخسائر اللي بتصيب البلاد النامية نتيجة التغير المناخي. أطروحة تانية إن مفروض إن الدول الغنية بدل ما تدي مساعدات في شكل قروض للدول الفقيرة وتسبب مشاكل أكتر ليهم إنهم يردوا الأرباح بتاعة الديون دي وتتراكم الديون عليهم، مفروض إنهم يدوا مساعدات مالية عشان الناس دي تقدر تتعامل مع الأضرار والخسائر. طيب هل فكرة تشكيل الوعي الخاص بالناس بشكل عام، وهل بيبقى ليكوا دور في ده ان انتوا تعوموا كيفيه التعامل او التكيف مع التغيرات المناخيه اللي موجوده؟ هل مثلا فكره ترشيد الاستهلاك سواء كانت بالكهرباء بالمياه، هل بيبقى فيه دور ليكوا ده، وايه دور المواطنين وازاي تقدروا توصلوا له الفكره دي؟ هذا موضوع مهم جدا. طبعا وجود كوب 27 في مصر المره دي ساعدنا ان احنا نفكر في المشاكل البيئيه بشكل واقعي وعملي. عملنا مشروع على نطاق صغير في الكنيسة ان احنا بنوصل لبعض الاماكن المختلفة في المدن المختلفة، بنجمع بعض الشباب المسلمين والمسيحيين، بندي توعية عن المشاكل البيئية، وبننفذ بعد كده مشروع عملي للناس زي تحويل المواد العضوية اللي هي الكومبوست لغاز طبيعي، بنزرع اشجار قدام الاماكن المختلفة، بننظف الشوارع، بندهن الحيطان، حاجات بسيطة كلها لكن بتوصل للشباب فكرة انه البيئة مهمة، مهم ان احنا نعيش في بيئة نظيفة لان احنا بلد جميل وبلد حضاري ومحتاجين دايما نعيش في بيئة تليق بينا كبلدنا العظيمة مصر. واعتقد هو ده الهدف الرئيسي، هو التطبيق الفعلي على ارض الواقع، وحضراتكم فعلا بداتوا بمشروع التطبيق. شكرا جزيلا يا فندم على هذه المعلومات الوفيه، وزي ما راينا اذا يعني هي زوايا مختلفه ورؤى مختلفه، وكوب 27 ومن مصر تحديدا بيتسع لجميع الافكار وجميع الاطروحات وجميع يعني الخطط اللي من الممكن تطبيقها، ولكن كمان احنا الميزه دايما ان احنا عندنا فكره المبادره، ان احنا بدينا بالفعل التنفيذ عشان نطلق رساله للعالم كله انه التنفيذ حقيقي واقعي وممكن يحصل بالفعل على أرض الواقع.